بأسلحتهم الشخصية خيم رجال القبائل في ميدان السبعين للمطالبة بإطلاق سراح رئيس نادي المعلمين أبو زيد الكميمل الذي دخل في غيبوبة، وترفض الميليشيا توفير علاج السكر له منذ أن تم اعتقاله إلى جانب عشرات التربويين على خلفية المطالبة بصرف المرتبات وبصورة مخالفة للقانون تحت مبررات واهية، وفي محاولة لإسكات الأصوات المطالبة بحقوقها وفي المقدمة التربويون. الآن احنا مجموعين، ما يجي قبائل الحدا لحالها، الآن من كل قبائل اليمن مجموعين. والله ما جينا إلا نكرم المعلم، ولكن نتفاجأ أن المعلم لم يكرم هنا. وشيخ أبو زيد هو ليس اللعب، بدل ما يكرموه ويعظموه قاموا جزاء بحبسه. وهذا الحشد هو دليل أن الناس تحت سقف واحد وتحت مظلة واحدة. مطالبة بالرواتب ولنهم بيجي يقاصونا على سند وعلى ضريبة، ما حد يجي على راتب. ميدان السبعين منذ الساعات الأولى لصباح السبت استقبل القبائل المتضامنة مع التربويين والتي استجابت للدعوة التي أطلقتها قبائل الحدا، التي أكدت أنها لن ترفع مخيماتها إلا بعد إطلاق رئيس نادي المعلمين والتربويين المختطفين على ذمة المطالبة باستحقاقاتهم. من ميدان السبعين اليوم حضرنا نناصر الشيخ أبو زيد الكميل، طبعا هذا تم حبسه 4 شهور للآن لم يخرج لأنه طالب رواتب الموظفين. ولا نتحرك من مكاننا، كل واحد بطانيته. أنا طالب لكم لا نفعل على شيء، ما جينا شيء نصور ونغوي، كل واحد بطانيته لما يلبوا مطلبنا. واحنا لا بنبشركم يا رجال، ما بشركم يا رجال، صاحبنا ما في شيء حاجه مخزيه، يا حاجه مشرفه ولا افعل باطل. واحنا بندور صاحب لا يخرج، لا نشيل لا قريه صغيره ولا كبيره. الميليشيا الحوثيه حاولت تهدئه الوضع بإرسال من يمثلها إلى ميدان السبعين ولقاء القبائل وعلى رأسهم علي المقدشي لمحاولة إقناع المعتصمين برفع الخيام والعودة إلى منازلهم. ورغم الوساطات القبلية لا تزال قبائل الحدا متمسكة ببقائها في مخيمات الاعتصام إلى أن تطلق الميليشيا التربويين المحتجزين وفي مقدمتهم أبو زيد الكميم متوعدين بالتصعيد حتى يتم الاستجابة لمطالبهم، كون المعتقلين كانوا أصوات حق في زمن خذلان التربويين.